اخوان ناوي يسوق صامل 10 ايام انا انقاله الله وخلاص. تدري الحين ابها مطر، شوف الغبار عند الرياض هنا، شفت شفت الغهر، شفت شفت القهر الحين. شوف شوف يا اخي تخيل، لا اليوم حماده، شوف الغبنين اليوم حماده مع الشيخ تاكي وفي مجلس، يعني احنا في الرياض وفي مجلس وحماده مشغل القز اثنين العيون وكرك وفوت فور وكرك وفي صندقه صغيره وحر وفي الرياض درجه حراره 50. كيف اقنع المشاهد احنا نعاني؟ بس انا قاعد ابتسم عشان يشوفني مبتسم ولا الغاز قدامي؟ لا تشرب كرك دعم بسيطه. طيب احنا في الرياض احترم درجه حراره 50. احنا لازم نشوف حل مع ذلي. تكفى لا لا ايه ذلي ترى والله خانقون امس انا ما ودي اي بس ارش بيض الله وجه.